فترة الصيف، الصيف لازم أني ما أستخدم أي بنكة سبلت، أظل في مرحلة أنه أختنق من الحر. وصل لمرحلة أنه بديت حتى أكتم أنفاسي، لأن أي هواء راح يطير هذا الشعر، لأن مادة يعني خفيفة كلش. فلهالسبب أنه راح أشوف يطاير الشعر، لازم أرجع أعيد اللوحة مثل ما بديت بيها. حتى الشعر بديت أدرسه، بديت أعرف هسه هذا الشعر هو اليا منطقة، وأعرف الشعر هذا اليا منطقة. هذا الشعر لمجرد أنه أقدر أخطط به فقط. واصل إلى مناطق مثلا للظل أستخدم غير نوعية الشعر. الزبون أول شيء أغسل شعره، بعدين أحلقه، وبعدين من يقع شعره أبدي أنظفه وأدخله بمرحلة تنظيف، وبالتالي أنه عندي كميات من الشعر مخزنها، الشعر اللي أستخدمه للوحة. بدت ناس تقول لي إذا محتاج شعر ندز لك، إذا أكو ناس يقولوا لي إذا قصينا شعرنا أو زيناه فهو مو بالخسارة، لأن هو راح يكون لوحة فنية، وإحنا نفتخر إنه دا تشتغل أنت بهذا الشيء وبشعرنا. مبدع بطريقة جديدة حقيقة. أنا تاجر لوحات ومهندس ورسام، فهو الطريقة اللي يشتغل بيها أستاذ حسين طريقة جدا مميزة. هذه المتبقي من الحلاقة من الشعر يحوله إلى لوحات فنية، وجدا متمكن من هذا الموضوع.